Scene 24, episode 29, take 6A, sound 6. Sound. How's that? ثلاثة تصحى منتهى، بعدين لعند ثلاثة يصحى مالك، بعدين لعند ثلاثة تصحى غنية. جاهزين؟ لكن جاهزين؟ Episode 29 Take 5A Sound 5. يلا ستاند باي أكشن. عزة؟ عزة؟ إن المجتمع الذي يعبث بإرثه الحضاري ويجعله عرضة للتزوير والاندثار هو مجتمع بعيد جداً عن الحداثة. طريق طويلة ما تشوف ما ينفع ممكن وين جدا هلا حلو هذا لما يسوي يصير له مكان صعب الوصول له الان تقدر تخلي افراد المجموعه يمشوا من هنا وانت تصور باستر الشط من هناك اكستريم ايوه وهم بيتسلقوا هنا بسر الشجر اللي هنا غير الحجار والسماء واو ما شاء الله منطقه جميله لان فوق تقريبا 1400 سنه من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انا ونذير احمد شوفوا هذا المدخل مدخل البيت هنا فيه زي ما الغرفتين هنا غرفه وهنا غرفه زي ما المخزن شي هنا المواشي هنا وهنا نفسها بعدين المدخل الرئيسي هذا المدخل الصالة البيت هذا غريب مثل المتاهة بدأت فكرة مسلسل ماء الذهب تتمحور في الأذهان منذ أواخر يونيو حزيران من العام 2020 ميلادية عقدت الاجتماعات ودارت عدة نقاشات بين فريق التأليف والمخرج حيث تم استعراض تفاصيل القصة وعمل جملة من التعديلات والإضافات لمسار القصة وتفاصيل أحداثها ومن حينها أخذ الجميع يبحث عن المتوفر من المراجع اللغوية والأثرية والفنية قلعة أسعد الكامل أو في المعبد وهذا أحد الملوك اللي حكم وقتها هذا عصا يدلك العصا الرمزية يدلك الصولجان يدلك على الحكم حقهم والملك مصادر علمية متنوعة اعتمدت عليها الفرق الفنية في اكتشاف العديد من النماذج المرسومة والصور الموثقة والنقوش اليمنية القديمة باعتبارها جميعا مصادر إلهام تاريخية وثقافية وتراثية تبع ذلك اختيار ثلاثة كتاب للبدء في بناء الحبكة الدرامية تكوين الشخصيات خلق الصراع السرد وتصميم الحوارات لا فين انا اصلا خارج المدينه سيارتي يتصل لجمال على وجه مالك القلق صوت جمال الى طريقه بسرعه مشهد 15 مبرر حاله قديمه لي خارجي الماضي عشان استغل بمنتهى لان مالك لا يجيب عليها نرى على وجه منتهى القلق مشهد 20 بدون مواصل لي مالك يقف في ممر طويل داخل منزل قاصد ينظر مالك الى الدرج ينزل مالك بهدوء ويسرع مالك من جديد القاتل واحد جاهل لا تلعب بالعصا قولي لي فين بلا احم ولا دستور
تتهمني زور؟ تتهمني زور؟ ما حد له مصلحة غيرك أنت وأهلك. ما حد له مصلحة غيرك أنت وأهلك. غنية مع أهلي وعلى رجعتها عاد وبدري. إيش يشتغلنا هذا؟ أهلي لهم مطالب. مطالب؟ مطالب؟ شو مطالب؟ واحد منكم استغفلكم وزاد عليكم. زاد عليكم. كسر حجرة. خلاكم في حيرة. خلاكم في حيرة. كسر حجرة. وعشان تشوف غنية. تشوف غنية. رجع لنا الأحجار الكريمة. تناولت المعالجة الدرامية لمسلسل ماء الذهب وعبرت عن فكرة العمل من خلال تبني رمزية تعبيرية تخيلية اعتمدت على رؤية فلسفية للمخرج الفني والراوي ومخرج المسلسل. يعني أنا أشوف الزجزاج موجودة في كل مكان كباتر خاص بالمسلسل بشكل عام يمكن هكذا وبعدين منه نسمع خبير. يعني البداية كل فريم موجود كل موجود سواء الماضي حاضر مش طيب. من هناك؟ تفاصيل الشعر انا افكر بهذه التفاصيل لو بسطناه بشكل بسيط خلينا نبسطه على ثلاثه خطوات. هذا الخط الاول. اتى المسار الاول ليرمز الى اهداف الانسان في هذه الحياه. اهم شيء يخرج من واتى الاخر ليختزل مساعيه طموحه امانيه واطماعه. وجاء المسار الثالث ليبين حجم التضحيات التي على المرء أن يقدمها. الآن هذا هو مسارنا في الحياة للوصول إلى الثروة. الثروة هنا نعبر لها برمز الدايموند أو الجوهرة اللي هو الهدف. هدفنا في الحياة في المسلسل بيكون هدفه هو الوصول للكنز. وأتى شكل المعين الهندسي اختزالا لبلوغ المرام وكان الكنز في المسلسل هو المقصد. ساعدني وصل الكنز. مراحل ثلاث عبرت عنها الشخصيات باختلاف سياقها الدرامي وتركيبتها الوظيفية والنفسية. مساقات تصاعد نسقها الدرامي بتصاعد أحداثها لتؤدي في نهاية المطاف وظيفتها الفكرية قبل الجمالية مشفوعة بالمشاهد ومبنية على المواقف والصراعات. ردي عليه يا حزة. عمد المخرج الفني لماء الذهب إلى إدماج الهوية البصرية وخلق عنصر الترابط والتجانس بين جل العناصر الفنية ابتداء من رمز المسلسل ومساراته الحادة المتعرجة والتي امتدت لتظهر في أغلب تكوينات المشاهد والكوادر والخلفيات. وأراد بذلك التعبير اللوني والرمزي المكرر الاختزال وهو المستوحى من رؤوس الوعول وعناقيد العنب. سبقت مرحلتي التصميم الداخلي والديكور وتصميم الأزياء مرحلة البحث التاريخي المعمق حول أنماط العمارة اليمنية القديمة وكذا الملبوسات التخيلية لتلك الحقبة وخصوصا تلك التي كان يرتديها حراس الكنز بحسب الروايات القديمة والتي كانت مستوحاة من العهد الحميري. اسمع مني الغريب، ما في دكان قريب. حروف خط ماء الذهب والتي صممت خصيصاً للمسلسل أتت أيضاً في إطار الرؤية الفنية. كان هدف المخرج الفني منها محاكاة الخط الحميري القديم وحروف المسند كانت مصدر الإلهام. تم رسم خط ماء الذهب ليحافظ قدر المستطاع على عدم تغيير شكل الرسم في اللغة الحميرية
كما حافظ على المقروئية وهو مناسب لطباعة الكلمات والعبارات والعناوين. مربع هكذا وبعدين منه تقص منه. الخط الكوفي المربع كان مصدر الاستلهام، كما يدعم خط ماء الذهب الحروف والأرقام العربية وليس سواهما. المصادر التاريخية التي استند إليها الخط الجديد تمثلت في النقوش والمنحوتات على جدران وأعمدة معبد أوام بمحرم بلقيس في مدينة مأربة التاريخية. حروف الخط المصممة عربية، غير أنها قد تبدو غريبة نتيجة للتشابه في رسم وانحناءات وتعرجات المسند، وأتى الخط الجديد محاولاً محاكاته. قلم المسند عتيق، غير أن حروف خط ماء الذهب مجددة. ما يربط المعاصرين من اليمنيين بأسلافهم تراث له شواهد على رقيهم الإنساني في مجالات شتى، كعلوم الفلك والرياضيات والقانون والتجارة والزراعة والطب والهندسة المعمارية وهندسة الموارد المائية وشق وتعبيد الطرق، لا سيما طرق التجارة التي حكموها لمئات السنين. أعادت الهندسة المعمارية إحياء خصائص العمارة التاريخية اليمنية، مؤكدة على ما تتمتع به من تنوع نمطي فريد في تراثها المعماري، وبدا ذلك جليا في أعالي الأبنية التي تزينت برؤوس الوعول والجدران التي تم بناؤها بقوالب الطين التي كانت وما زالت تجفف بالشمس والتي راعت الظروف البيئية والمناخية لمحيط المعمار. بالضبط. هذا بالإضافة أيضاً إلى تعرجات الحواف والزوايا والأحزمة التي كانت على شكل عناقيد العنب، والتي كانت شاهدة على إبداع الزخرفة الحجرية والجبسية والطوبية للبنائين القدامى، والتي أخذت زخرفها وتزينت وأضفت على عملية البناء صبغة فنية وإبداعية، وباتت أكثر ألقاً بمرور السنين. تصميم المشاعل الأرضية والمعلقة بالإضافة إلى الفوانيس اليدوية ليؤدي الدورين الوظيفي والجمالي للإنارة. أقدم هندسة مائية عرفتها البشرية مجداً عظيماً وأول كسوة للكعبة شرفاً. لم تغفل في المقابل التصاميم الداخلية انسجام وتكامل عناصر الجذب البصري من أوان نحاسية، ستائر، أغطية، رفوف، معاشر، مزهريات، فناءات،
أسوار، سراديب وصناديق، والتي ارتبطت جميعها قديماً بطريقة الحياة وأسلوب المعيشة وما زالت. راعى تصميم الأزياء عند اختيار الأقمشة القيم الجمالية المحافظة على شكل القطع التراثية وبما يتناسب ويتلائم مع العادات والتقاليد ويعزز الحشمة، مع تقديم أقمشة كلاسيكية تقليدية تدعم التناسق اللوني وتعبر عن الحداثة في ذات الوقت. ما كان اختبار واختيار درجات اللون المناسبة للأنسجة ومناسبتها مع الإكسسوارات والحلي والأساور وما يناسب الشخصيات سوى رغبة ومحاولة لإعادة اكتشاف السمات الجمالية للأزياء اليمنية الشعبية وإعادة عرضها في قوالب معاصرة. بس يفضل يعني حتى لما أنا مش عارف هو الفلسفي أتكلم أنا لأن شرحت لأحمد بورا كان الفلسفي أتكلم نفس الحكاية اللي هو مثلا دحى مثلا من البداية معه وان ضوء وداري إيش بيشتي فهو لابس هو نفس الشيء حتى أستلم نفس الشيء ألوانه نفس الشيء معنا مثلا مشهور ويدر مرة مشهور هو غراي all the time غنيه فين بعد الشيء وغنيه مش حكايه مش هو وقتي ومد الشيء كان في طباعه وبدي ما نزل حتى الذهب فيها ما عينش ما النقوش الاثريه المنحوته على اعمده المعابد والمقابر القديمه والجدران والصخور والمباني التاريخيه وما حجاره المساجد وباحاتها والحصون وأسوارها وأعمدة القلاع وفناءات القصور إلا خير شاهد على إبداع ما ورثه الأجداد. رجعنا للقرية. تمثل التقاليد الشفهية أو ما يعرف بالتراث الشفهي والتي يتغنى بها المزارعون والبناؤون والراقصون والصيادون أهازيج شعبية وفناً من فنون الأدب الشعبي اليمني سلوى الخواطر وصوت ابن هذه الأرض. المجد بنته سواعد البنائين ومفارس المزارعين وصفقات البحارة وحماه من ذادوا عن القلاع والحصون من حكموا بالعدل وملكوا الكرامة ولم تفتر لهم همة. المجد أيضاً سطره اليمنيون في كتابة تاريخهم بخطهم وكان لمملكة سبأ وباقي الممالك اليمنية المتعاقبة زبور ومساند دهرية، فأما لغة البلاط الملكي فكانت تكتب بخط المسند، وبالمسند أيضاً كانت تنقش القوانين العامة وتصدر به الأحكام وتسن به القوانين وتزين به المعابد والقصور، فيراها الناظر على الصخور وعلى ألواح الأحجار والبرونز والمرمر بخطوط غائرة ونافرة. والدي غوث أهدى عثر دي جرب المذبح. أما خط الزبور فكان لإبرام العهود التجارية وتوثيق عقود الشراكات ومعاملات الشراء والبيع وكتابة الرسائل، وكان الزبور نقشاً على الأعواد الخشبية وعلى سعف النخيل وعلى القطع الجلدية. يعني مضطر هكذا ترنيمة المعبد الكبير أدب والأمثال حكمة وطرق الاستطباب الشعبية طب ونفوذ الملوك مهابة وقوة ومحاصيل العنب خير والوعول منع الحرف اليدوية فن الألحان الموسيقية والرقص والابتهاج ثقافة وموروث شعبي ومدعاة للفخر.
التاريخ على أعمدة المعابد وجدران الزمن، على صخور الجبال وتجاعيد الوجوه، لا ينكره إلا كل معتوه أو حاقد. نقوش العمارة تزخر وأعمدة الحضارة تشهد. شبام مدينة وسور، وصنعاء قديمة قدم العصور، زبيد حاضرة التاريخ، وسقطرى أرخبيل وشجرة أخوين. نحت الأولون على صروح المجد تاريخاً نعيده رسماً ولحنا، تطاولوا في بنيان عمارتهم فاقتفيناه أثرا. أدبنا سبائي وشعرنا حميني. الألحان الوترية التي عزفتها الآلات الموسيقية طيلة مراحل المسلسل صدرت عن آلة الطرب ذات الأوتار الأربعة، والتي يسميها البعض بالقنبوس، وتعد واحدة من أقدم الآلات الموسيقية الوترية التي عرفتها الحضارات اليمنية المتعاقبة، ودلت عليها النقوش السبائية والتي تعود إلى عصور ما قبل الميلاد. تم الاستعانة بآلات الأوركسترا الإيقاعية من قبيل آلة التمباني والسمبلز، وكذا الطبلة، ومن آلات الإيقاعات الشرقية تم استخدام الدف، ومن الآلات الوترية تم استخدام الكمان، تشيلو والفيولا، بالإضافة لإدخال إيقاع الوسطى والدسعة، وكلاهما من الإيقاعات الصنعانية الشهيرة. تعابير ومقاطع السولو الموسيقية عزفت وتم غناؤها بواسطة عازفين منفردين من أكثر من جنسية. أما الآلات الموسيقية البشرية والمقامات الموسيقية التي عزفتها آلات وأنامل الموسيقيين، فقد تم التلاعب بنسبها وأوزانها الموسيقية بشكل مدروس لتضفي حالة الغموض والغرابة والدهشة على أجواء العمل. كان للصورة دور أساسي في عرض القصة ومحيط الأحداث، وقد حرص مدير التصوير بمعية طاقمه الفني من المصورين وفنيي الإضاءة على تكامل العناصر البصرية مع المحافظة على تنسيقها المكاني، فتم اختيار النمط الطبيعي في خصائص إعدادات الكاميرات ليتناسب مع فكرة القصة، مع إضافة عنصر بصري محدد لتسليط الضوء على الموضوع الأساسي للعمل وللمحافظة على رمزيته. التدرجات اللونية تم تحديدها في خلفية كل مشهد بما يتناسب مع زمن الحدث وفترة وقوعه، وتم الاعتماد أيضاً على فلسفة توظيف الدرجات اللونية المحددة ولكن بصورة معاكسة حتى تخدم هدف المسلسل وتناسب هيئة الشخصيات. وبناءً على اختيار عنصر السرد البصري المتكرر والفكرة الرئيسية لماء الذهب، تم اختيار اللون الأصفر ليكون الطاغي في جميع المشاهد باختلاف زمانها ووقتها. المشاهد الليلية في الحاضر اعتمدت على الإضاءة الصفراء الطبيعية التي كانت في القرية، بالإضافة إلى اللون الأزرق السماوي والذي يرمز للون وإضاءة القمر. يا الله ما في حد يقدر يعدي. مشاهد الماضي اعتمدت على تقنية اللون الواحد وكان طاغياً، وتم التعبير عنه بلون أقرب للذهب وقد كان الأصفر. بالمقابل انسجمت تصاميم الديكورات الداخلية وقطع الملابس والأقمشة وباقي العناصر الفنية مع هذا التوجه الفني. تم استخدام تأثيرات خاصة للعدسة مما ساهم في إحداث سطوع وانعكاس لمعان الذهب حال تعرضه للإضاءة، وقد استخدمت العدسات ذاتها في تصوير المشاهد الليلية والنهارية داخل المغارة وكذا في بعض المشاهد الأخرى.
أشعة الشمس كانت المصدر الرئيسي للإضاءة في المشاهد النهارية، وفي المقابل تم الاعتماد على ضوء القمر والفوانيس والمشاعل المحمولة والمعلقة كمصادر للإضاءة في المشاهد الليلية، كما استخدمت خاصية مصدر الضوء الوحيد في الكاميرا لإبراز جمال الطبيعة المحيطة. خي طلع الجناحات يا مالك. خوف بنت توقع يكون سارق وبلا شرف. طلع الجنيهات قبل لا تطلع روحك، كما انت ما تعرفني. وانت ما تعرفني. انا اشرف منك، فاهم يا حيوان؟ أنا ما سرقتك، اللي سرقك هو. تصميم الرسومات وبناء القوالب الثلاثية الأبعاد تم العمل عليها بواسطة برامج حاسوبية متخصصة. لقطات ومشاهد الانفجارات وحذف وإحلال الممثلين وبعض العناصر الفنية، إنشاء المنحدرات والهاويات وبناء الكهوف وهدمها ولدغات العناكب والتهامات الأفاعي ومشاهد التنكيل والمباغتة كانت نماذج لبعض تلك الخدع السينمائية، والتي تجاوزت أكثر من 250 لقطة. تم العمل على إدراج بعض المجسمات الثلاثية الأبعاد في لقطات ومشاهد حقيقية، وتم عكس ذلك في مشاهد أخرى، وتم إدراج المشاهد المصورة بشخوصها في إطارات المجسمات مع الحفاظ على مزامنة الكاميرا وكذا الوحدة اللونية للمشهد وبنفس درجة الإضاءة. مونتاج وتحرير حلقات المسلسل تم على مرحلتين، كانت الأولى في مواقع التصوير بمحافظة إب، وبالتزامن مع مرحلة تصوير وإخراج المشاهد هناك. أما الثانية فكانت عند العودة لإكمال العمل في مكاتب الشركة بصنعاء، حيث تم جمع وترتيب جميع مقاطع الإنتاجات قبل تحويل تلك الملفات الخام إلى فيديوهات بجودة إنتاج عالية المستوى. وعادة ما يتم ذلك باستخدام برامج وأدوات تحرير حاسوبية متخصصة تعمل على دمج المحتويات باختلاف أنواعها ومن مختلف مصادرها. وخلال هذه الفترة أيضاً يعمل فريق المونتاج على التأكد من تحقق التسلسل والترابط بين جميع العناصر الفنية المتفق عليها مع مخرج العمل، ويعد ضمان وتكامل وانسجام مكونات التناغم البصري والسمعي والنصي أهم دور لها. حاول ماء الذهب فنياً استحضار حقبة زمنية مهمة في تاريخ اليمن، وعمد إلى استنهاض الهوية القومية لليمنيين عبر أزمان غابرة وماض تليد، وهي محاولة لرفع سقف توقعات المشاهد ومساهمة في الارتقاء بالذائقة البصرية والسمعية وتحفيز قدرات الحس الفني، كما سعى المسلسل إلى إذكاء الوعي الأثري والتاريخي والثقافي
لا سيما بين الشباب للحفاظ على أمانة الأجداد. إرثنا الحضاري هو أصلنا والجذور، وأمانة وعهد وجب الحفاظ عليه، وهي وصية نتركها أمانة في أعناق أبنائنا، وشاهد على حضارة ممتدة. يبقى ذهب.